اخوي سلطان عندك شيء بتقوله؟ اول شيء بمناسبه هالمبادره الطيبه امسي على اخواني عيال عمي في الحد، اخوي وازع بن محمد ونعم، اخوي سيف بن مفلح ونعم. سويت لي بيتين الان باسم ابطال الحد الجنوب، اتكلم بصوت اقول صل على النبي. بعزومنا تاما حدود ديارنا، ونرقى على روس العلا ونغر، يا ناشد منا ترانا حنا نحمى الضعيف ونلطم المتمرد، خضنا المعارك لين حتى صرنا تاريخنا عنا الأمم متفرد. صحيح.